هنتكلم الفقرة دي عن منتخب الجولف للناشئين اللي شاركوا في كتير من البطولات الدولية. هنتعرف على مشوارهم كمان خلال الفترة اللي فاتت واستعداداتهم للبطولات اللي جاية. تخيل في البداية نرحب بيهم يعني راني الطويل لاعب منتخب مصر لجولف الناشئين. بونجور يا راني. زهر. اسمك حلو على فكرة جدا. جدا. وتاليا كمان طبعا برضو تاليا لاعيبة برضو في أو لاعيبة منتخب مصر لجولف الناشئين برضو اسمك حلو جدا يا تاليا. نورنا بجد النهاردة. أسماءكم حلوة وإنجازاتكم حلوة. أيوة. وأنتم شباب حلو ومنور ويفرح منورين الدنيا سعداء بوجودكم معانا في 10 الصبح في الأهلي. تعالوا بقى نبتدي الموضوع من أوله خالص، من أول ما قررتوا إن أنتم هتمارسوا هذه الرياضة تحديدا، القصة ابتدت معاك إزاي يا راني؟ كان في المدرسة افتر سكول، فرحت وجربت كده. المدرب هناك قال لي شافني كويس يعني، فقال لي تعالى جرب ألعب جولف بجد، عشان هناك في المدرسة كانت بمضارب بلاستيك وكور تنس، فهو عجبني شافني ان انا بعرف العب يعني، فاخدني على الملعب وخلينا ابتدي بقى من هناك. اوكي، البدايه جت من هنا. وانت يا تالي؟ انا كنت بلعب سكواش لمده طويله، قعدت تقريبا 6 سنين بلعب، واختي التوين كانت بتلعب جولف، فروحت معاها مره كده اجرب اللعبه، ومن ساعتها يعني اتبسطت وكملت. اوكي، بعدين انت قطعتي شوط في السكواش يعني. 6 سنين برضو شويه حلوين يعني. ايوه، بس هي الرولز مختلفة، اللعبة مختلفة، ايه اللي خلاكي تحولي من برضو سكواش لجولف يعني؟ والله لقيت اللعبة عجبتني، وهي برضو لعبة فردية، وانا بحب اللعب الفردي عشان بعرف اركز لوحدي وابلان كل حاجة مع نفسي، فلقيت برضو ان اللعبة دي شبه السكواش شوية فاتبسطت فيها. الجولف شبه السكواش؟ انا بحس الجولف، وانتوا صلحوا لنا، لان ناس كتير مش فاهمه قوي رياضه الجولف، يقول لك هي رياضه ما فيهاش حركه قوي، مش محتاجه قوي يعني جهد بدني اصلا، بسيطه، التركيز فيها اعلى. هل الكلام ده مظبوط ولا الموضوع مش كده خالص يعني؟ خلينا نسمع. لا، هو بصراحه الجولف لعبه صعبه قوي. ممكن الراوند بتاعتنا بنلعب 18 هول، ال 18 هول دول ممكن يطولوا مثلا 5 ساعات ومشي، ومحتاج التركيز في كل ضربه، فبصراحه الجولف مش لعبه سهله يعني خالص. دي صعوبتها الوحيده، فكره ان انت بتقعد في الجيم الواحد عدد طويل من الساعات. الصعوبات الاكتر بتبقى في دماغك بقى وانت بتلعب، يعني تفكيرك بقى وانت بتلعب وكل الحاجات اللي بتحصل في دماغك. اوكي، طب هي عموما بتحتاج ايه يعني؟ الرياضه دي بتبقى محتاجه اكتر تركيز ولا حسن تقدير للمسافات مثلا وللزوايا اللي انت هتضرب بيها يعني؟ عشان انا مش فاهم قوي تفاصيلها، ففرصه اتعرف منكم على تفاصيل الرياضه دي. يعني هي طبعا محتاجه صبر، تبقى انك تقدر يعني تتمكن بقى من كل ضربه، واللي انت تتعصبش لو ضربت ضربه وحشه، وانك تفضل متمكن بلعبك على الراوند كله عشان تقدر تخلص يعني راوند حلو. اوكي، طب هو اصلا يعني انت كنت بتلعب رياضه غير الجولف في البداية؟ كنت ألعب كورة وكاراتيه. اوكي، وكان كده كده في عدد ساعات معينة لتدريب الجولف، وفي لايف ستايل معين برضو. خلينا نعرف منكم، لأن خلي بالك الجولف نسمع عنها كرياضة في مصر بشكل كبير، بس ما نسمعش إن هي محققة إنجازات كبيرة، يعني ما شفناش مثلا الرياضة دي داخلة في بطولات كبيرة مصر بتشارك فيها وحققت نتائج. فدي نقطة عايزة أتكلم معاكم فيها، كنتوا بتلعبوا رياضات تانية وبقيتوا في الجولف، هل أنتوا شايفين في فيوتشر، في مستقبل ده عايزين تحققوه؟ برضو عايز هو بصراحة احنا الاتحاد بتاعنا يعني بيحاول يكبر اللعبة جامد قوي في مصر، عندهم بروجرام لجونيور ديفلوبمنت حلو قوي، فده برضو هيساعد اللعبة تكبر في مصر. يعني في انتوا بانيين على قدام ان يكون في اختلاف قدام، وراني برضو نفس الفكرة. طب ليه ما كملتش مثلا في كاراتيه او حاجات تانية او كورة زي ما انت كنت بتلعب؟ ما لما بدأت الجولف اخذ وقت كتير قوي من وقتي، ف ما قدرتش اكمل في بقيه الحاجات، فكنت احب الجولف قوي. بص، هو لو باشن خلاص محدش طبعا يقدر يدخل، الباشن مهم جدا في اي رياضه، بس هي الفكره ان انتوا كنتوا بتلعبوا حاجات يمكن تانية، فالشفت ده برضو كان اكيد مش سهل يعني. العيله عندكم كانت اوكي مع القرار ده ولا؟ بالعكس، انا يعني مامتي وبابايا هم اللي كانوا عايزيني اجرب الجولف واكمل في الجولف، فلما رحت وجربت اتبسطت فكملت. حد منهم في العيله بيلعب؟ لا لا. طب خلونا برضو نعرف كده على يعني نتعرف على جانب من انجازاتكم في رياضه الجولف، سواء محليا او يعني دوليا، في حال مشاركتكم في بطولات دوليه. تعالى نتعرف عليك انت الاول يا راني من الزاويه دي. يعني اهم البطولات اللي انت شاركت فيها، اهم المراكز اللي حققتها في الرياضه دي. في بطوله العرب اللي فاتت فريق تحت 15 جينا المركز الثاني. اوكي، كانت متنظمه في مصر ولا في دوله ثانيه؟ لا، في تونس. في تونس، اوكي.
وفي الأردن في 2021 جيت المركز الثاني تحت 15. اوكي هايل، برافو. وانت يا تالي؟ انا من سنتين برضو مع راني شاركت في بطولة الأردن في السيدات وكسبت المركز الأول. اوكي. والسنة اللي فاتت في بطولة العرب في تونس جيت أول مقرر اللي هو التاني يعني. هايل ما شاء الله. طب انتوا السفريات دي يعني هل يعني بالنسبة للدراسة وضعكم ايه؟ هو مفيش دراسة ولا بتهيألي؟ واضح ان مفيش دراسة في حالة راني. يعني بنضطر نغيب بقى، فاللي هو مش بيبقى فيه مثلا المفروض بيبقى فيه مكاتبات كده بين الاتحاد مثلا وبين المدارس او الكليات اللي فيها ابطال بيشاركوا في بطولات مختلفه؟ اه هو بيبقى فيه بس يعني لمده السفر، بعد ما نرجع من السفر لازم ترجع وتشوف كل حاجه اللي عليك اللي فاتتك وتحاول بقى تلحق. اوكي. بس ميك سنس يعني، ده برضو بيبقى شويه طبيعي. طيب خلينا بقى نتكلم شويه عن فكره هنا الاتحاد، لان الاتحاد او اي رياضه الاتحاد بتاعها لو كان اتحاد داعم بشكل كبير الرياضه دي والرياضيين ما بيواجهوش اي مشاكل. اتحاد الجولف انتوا تابعين طبعا ليه. طيب كلموني ايه التواصل ما بينكم، ايه الدعم اللي بيقدمه، هل المعسكرات، هل السفريات اللي هي لسه بليمت قليل ما هياش كبيره لحد دلوقتي شاركتوا فيها، بس هل ده بيكون عليكم فولي يعني انتوا بتدفعوا او بتتكلفوا بيها او العيله عندكم، ولا الاتحاد بيساعد؟ يعني عايزه اعرف، لان دايما بنقول قاعده الناشئين في اي رياضه هي الاساس اللي انت بتبني عليه بعد كده، فلو الاتحاد عنده خطه ان هو يوسع الرياضه دي او يبقى في انتشار ليها كبير جدا فلازم يشتغلوا على قاعده الناشئين، فانتوا الاساس، عشان كده خلونا نعرف الاتحاد بيتواصل ازاي. هو بصراحه الاتحاد كله يعني مستر تيمور ابو الخير ومستر محمد عطله بيتعاملوا معانا بشكل حلو قوي، بيساعدونا في كل حاجه. عندنا معسكرات تقريبا كل سنه، كان عندنا السنه اللي فاتت واحد في اليونان، والسنه دي من شهر كان عندنا واحد ال R&A كامب اللي هو بيحاول يديفلوب الجولف في افريكا. اوكي. وده كان جايبين كوتشز من بره كتيره، وكان بتبقى انتوا اللي بتتحملوها يا راني ولا الاتحاد؟ ده لا الاتحاد. الاتحاد فور. طب كويس، يعني الاتحاد البادجت بتاعه كويسه يعتبر. بيتهيألي كده بدليل حتى ان اللي في الفتره الاخيره ابتدت الرياضه تنتشر بشكل ملحوظ. شويه. انتوا اكيد لمستوا الحكايه دي بنفسكم. يعني خدتوا بالكم ان في مش بالضروره نقول طفره، لكن على الاقل في تغيير كبير في 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 معرفة حتى الناس بالرياضة دي، ولا انتوا حاسين ايه؟ صح، هو اللعبة بدأت تنتشر أكتر في مصر، وأنا شايفة إن دي حاجة كويسة لقدام يعني للفيوتشر للجولف في مصر. اوكي. بصي أنا عاجبني الفقرة، لأن إحنا يعني بنتكلم على رياضة هي رياضة فعلاً مش منتشرة، معلش خلينا نتكلم كده. كنا زمان فاكر لما كان في اي كومباوند بيتعمل جديد يقول لك الجولف اريا، فهي الجولف الناس حتى تعترض وقتها، هي مش رياضة ناس كتير بتمارسها، لكن دلوقتي احنا بنتكلم انت عندك كمان قاعدة ناشئين بتشتغل عليها، الاتحاد دلوقتي بقى كمان ملم بكل التفاصيل، عنده بادجت كبيرة، يعني مش هقول لا انتوا 14، انتوا كام سنة تقريبا؟ 16. 16 اوكي، فيعني برضو فاهم لسه عندك ناشئين بيركز على تطويرهم، فكل ده اعتقد حلو ان انت بعد كده ما تعمل نقله من فكره الجولف ان هي رياضه للترفيه او رياضه اليت لناس معينه لرياضه لا مصر ممكن ان هي كمان تتالق فيها بشكل كبير. بس انا قبل ما برضو عشان الوقت ما يجري، عالميا لما نيجي نتكلم عن رياضه الجولف انتوا مطلعين عالميا الدول اللي عامله رانكينج عالي ايه، هي ايه الكومبيتيشن اللي بيبقى موجود، ايه الكومبيتيتورز كمان اللي بيبقوا موجودين، يعني انتوا ملمين عالميا احنا فين؟ هو احنا ممكن عالميا لسه شويه في السن بتاعنا، بس لو اتكلمنا مثلا على افريقيا او العرب احنا يعني لينا رانك كويس. اوكي. وراني انت معانا راني ولا؟ ايوه راني جاي مجامله خلي بالك بالمناسبه، ومش معني قوي بالكلام اللي بيتقال، بس هو ايه يعني مكبر دماغه وبياخدنا على قد عقلنا. فاهمينك يا راني وفاهمين الاعيبك وفاهمين بتفكر في ايه. البطولات اللي هتشاركوا فيها الفتره الجايه ان شاء الله هتكون انهي بطولات وهتقام فين؟ بطوله العرب اللي في السعوديه عندنا الاسبوع اللي جاي في الرياض. اوكي ده خلاص فيري سون. طيب حلو جدا. الاستعداد بقى انتوا ان شاء الله كمان يعني مستعدين، انتوا طموح معين عايزين تحققوه، اكيد رايح ان انت هدف معين عايز تحققه. ان شاء الله. ايه بقى ايه اللي انت بتنافس عليه؟ عشان اول سنه ليا تحت 18 السنه دي، فعايز اروح يعني عايز اجيب رانكينج كويس عشان اثبت لنفسي ان انا اقدر اكمبيت ضد الناس الاكبر مني وكده.
حلو جدا. وخلي بالكوا انتوا اللي هتبقوا او انتوا البيز اللي بعد كده هيتقال اه الرياضه دي هتنتشر ولا لا، لان الناشئين لو تجربتهم نجحت بعد كده انتوا هتخلوا او هتساعدوا الرياضه دي تنتشر. لو تجربه فشلت صدقوني مش بحملكوا بحاجه، بس انتوا الاساس دلوقتي زي ما بنتقال او زي ما بتقال هي رياضه لسه هتنتشر، فالاصل كله على الناشئين. فقدامكم طبعا مسؤوليه كبيره جدا، بس كل التوفيق. وعايزه بس قبل ما نختم برضو انا وكريم نسمع منكم حاجه او يعني مسج، لان مش كل الناس عارفه عن ناشئين الجولف. فانتوا مثلا بتنصحوا الاهالي بيسمعونا دلوقتي هل هم يروحوا للرياضات ولادهم، يودوا اولادهم الرياضات المعتاده اللي هي زي ما انتوا كنتوا بتلعبوها، ولا ممكن الجولف يبقى ليهم تشانس كبيره وليه؟ انا بصراحه شايفه ان الاهالي تودي ولادها اللعب اللي هي مش معروفه، عشان هما مش عارفين ايه اللي ورا اللعبه دي. ممكن ولادهم يجربوا اللعبه ويتبسطوا زي ما انا وراني اتبسطنا في الجولف. فحاسه ان هما لو يعني راحوا جربوا الجولف او اي لعبه تانية مش مشهوره ممكن يتبسطوا ويكملوا فيها. وراني في اي حاجه يا راني عايز تقولها؟ راني مش رايح البطوله، خلي بالك. انا رايح وحياتي هو مفهمهم ان رايح، بس هو مش ناوي. يعني كل اصحابي اللي انا اخدتهم معاك جولف اتبسطوا قوي، ويعني في شويه منهم كملوا في الجولف، ويعني بيبسط كل حد اللي انا اخدته اتبسط. فلو في يعني اهالي ودوا ولادهم الجولف ممكن يبسطوا وممكن يكملوا في الرياضه ونفعلا نكبر الرياضه في مصر. انتوا ابتديتوا اصلا في النادي، يعني اعرف نادي الجزيره عندنا في جولف، في انديه ثانيه في مصر فيها جولف كستارت؟ انا بدات في نادي سبورتنج في اسكندريه. اسكندريه ولحد دلوقتي بلعب هناك. وراني وانا استارتد في أليجريا. أليجريا هنا؟ اوكي. يعني البدايه ما كانش على مستوى احترافي خالص، كانت بشكل اوكي. وقلبت احتراف بعد كده وحققوا نجاحات بسم الله ما شاء الله، وبنتمنى لكم المزيد من النجاحات الفتره الجايه، وربنا يكرمك ان شاء الله في البطوله اللي هتقام في السعوديه. نورتونا. ثانك يو. نورتونا راني وتاليا. نروح فاصل ونرجع نكمل محاضراتكم، خليكم معانا.